بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القدر. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدر وقوعه في أوقاته، فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا وهو بقضاء وقدر، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يحدث في هذا الكون إلا ما قدره الله وقضاه سابقا في الأزل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه سبحانه وتعالى الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير المخلوقات، ثم شاء وقوعه في وقته وأراده سبحانه، ثم أوجده. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: أولاً العلم، ثانياً الكتابة، ثالثاً المشيئة والإرادة، رابعاً الخلق والإيجاد. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما يأتي في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذلك بأن تعتقد وتجزم أنه لا يكون ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا وهو مقضي ومقدر من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا ما دل عليه القرآن والسنة، وأجمع عليه علماء المسلمين، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة، وإلا فأهل السنة مجمعون على الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية هم الذين ينفون القدر، لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ويقولون إن ما يحدث في هذا الكون لم يسبق أن قدره الله وقضاه، وإنما هو أمر
أنف يعني مستأنف، فهم ينكرون الركن السادس من أركان الإيمان وهم المعتزلة. القدرية هم المعتزلة، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجالس العلماء لما ابتدعوا وخالفوا أهل السنة، انعزلوا صار لهم مجالس خاصة مع شيوخهم فسموا بالمعتزلة. قال صلى الله عليه وسلم: هم مجوس هذه الأمة. والمجوس طائفة من بني آدم يعبدون النار، ويقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، ويسمون بالثانوية لأنهم جعلوا خالقين اثنين، فأشركوا بالله عز وجل الذي هو الخالق لكل شيء، ولم يشاركه أحد في الخلق. هؤلاء هم المجوس. القدرية من هذه الأمة سموا بالمجوس لأنهم يشبهون المجوس، بل هم شر من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا عدة خالقين، وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين، فصاروا شراً من المجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم، لأنهم مبتدع. هذا فيه هجر، هذا فيه وجوب هجر المبتدع، وأنه يهجر يعني يترك، وأنه يبغض ويبتعد عنه حتى بعد موته. فكيف إذا كان حياً؟ إذا مرض لا يعاد، وإذا مات لا يشيع، ففي حال حياته من باب أولى أنه يهجر ويبتعد عنه لئلا يؤثر على من جالسه وخالطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في أن القدرية مجوس هذه الأمة، وعرفنا لماذا سموا مجوس هذه الأمة، وفيه زيادة على ما سبق، فيه أنهم لا يشيعون بعد موتهم ولا يعادون في مرضهم، وهذا سبق أيضا، لكن فيه زيادة وهي أنهم شيعة الدجال، حق على الله أن يلحقهم بالدجال. الدجال هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة
الكبرى، ويمتحن الناس بسببه محنة شديدة، فهو شر فتنة تحدث في الكون. ولهذا الحديث ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشد الأنبياء تحذيراً منه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء وهو أقرب إلى خروج الدجال من غيره. أحذر أمته، شرع لنا في الصلاة بعد التشهد الأخير أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، بسرعة سيره في الأرض. وقيل سمي المسيح لأنه ممسوح العين، لأنه أعور، ليس له إلا عين واحدة والأخرى ممسوحة ليس لها أثر. والدجال كثير الكذب من الدجل، وهو كثرة الكذب. فالقدرية هم شيعته، يعني أتباعه، إذا ظهر فإنهم يتبعونه أكثر من غيرهم. وحق على الله جل وعلا، أوجب الله على نفسه أن يلحقهم بالدجال عقوبة لهم، فهذا فيه أن القدرية هم شر الفرق، وأنهم يتبعون الدجال في آخر الزمان، وذلك لشرهم وبعدهم عن الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قالا: حدثنا عوف قال: حدثنا قسامة بن زهير قال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين نعم ذلك والإخبار فجاءوا نعم، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. الحزن والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. نعم. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، وهذا التراب من جميع أجزاء الأرض، جمعه الله من جميع أجزاء الأرض مختلفة، الأرض مختلفة في لونها وفي تربتها وفي صلابتها وسهولتها، فالله جمع تربة آدم من جميع الأرض على اختلاف أنواعها، فلذلك اختلفت طبائع بني آدم واختلفت ألوانهم بسبب اختلاف التربة
التي خلقوا منها. فهذا فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق بشراً من التراب، وفيه إثبات القدر، فيه إثبات القدر، وأن الله هو الخالق سبحانه، خلق آدم وخلق ذريته، استخرجهم منه وهم مختلفون في الطبائع، فمنهم الأبيض، منهم الأسود، ومنهم الأحمر، ومنهم ما هو بين ذلك، هذا من جهة الألوان، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن جهة الطباع فمنهم السهل في أخلاقه، ومنهم الحزن يعني المرتفع، السهل المنخفض والحزن المرتفع من الأرض. فبنو آدم مختلفون بسبب اختلاف التربة التي خلق منها أبوهم آدم عليه السلام. نعم، أعيد الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا قسامة بن زهير قال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. والخبيث والطيب، خبيث في دينه والطيب في دينه. نعم. ومن ذلك القدرية، فهم من النوع الخبيث. نعم. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. نعم، اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتب شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة في بقيع الغرقد
مقبرة المدينة، والغرقد شجر، الغرقد شجر، والبقيع هو الأرض التي يدفن فيها الأموات، وكان ينبت فيها شجر الغرقد، لذلك سمي بقيع الغرقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس ومعه مخصرة، المخصرة هي العصا القصيرة، جعل ينكت فيها في الأرض، يعني يضرب بها الأرض فيكون لها أثر في الأرض. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس منفوسة، يعني مخلوقة، إلا وقد كتب مكانها في النار أو في الجنة، كتب مكانها في النار إن كانت من أهل الكفر والمعاصي، أو مكانها في الجنة إن كانت من الصالحين. فهذا فيه إثبات القدر، هذا فيه إثبات القدر، وهو أن الله كتب أهل النار وكتب أهل الجنة ويسر كلاً لما خلق له. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ما دام الأمر كذا، وأن أهل النار مكتوبون وأهل الجنة مكتوبون، إذن لا فائدة من العمل، لأن من كتب أنه من أهل النار فلا فائدة أنه يعمل وهو من أهل النار، من كتب من أهل الجنة فلا فائدة أن يعمل لأنه مضمونة له الجنة. هكذا استشكل هذا الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا، لا تتركوا العمل، اعملوا. هذا فيه دليل على إثبات العمل للإنسان، مع أنه مقدر من الله فهو مخير يعمل، أعطاه الله القدرة على العمل، فهو يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يترك، يستطيع أن يؤمن ويستطيع أن يكفر، يستطيع أن يعصي ويستطيع أن يطيع، وهذا كل يجده من نفسه، أنه هو الذي يفعل، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يتصدق، اختياره. وإن شاء ترك، إن شاء ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الصدقة والأعمال الصالحة، فالله أعطاه اختيار وبين له طريق الخير وطريق الشر، وأعطاه الاختيار والقدرة في أنه يعمل أو يترك. لم يمنعه من القدرة، لما كتب عليه لم يمنعه من القدرة على العمل، فكون الله قدر أهل النار وأهل الجنة لا يمنع العمل الذي يعملونه، فمن عمل أعمال أهل الجنة دخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا بعمل، ومن عمل بعمل أهل النار دخل النار، كل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الجنة، اليسرى الجنة، فدل على أن الجنة لا بد لها من عمل، أعطى واتقى صدق بالحسنى
فعل السبب. وأما من بخل فلم يتصدق، استغنى عن الله جل وعلا وكذب بالحسنى وهي الجنة، فسنيسره للعسرة، فدل على أن السبب من قبل العبد وأن التوفيق من قبل الله سبحانه، وأن الله إذا علم من عبده أنه يريد الخير يسره له، وإذا علم من عبده أنه يريد الشر يسره له عقوبة له. فدل هذا الحديث على إثبات القدر، ودل على أن الإنسان له قدرة وله اختيار، وأنه يستطيع أن يعمل الخير أو يعمل الشر، وأن النار والجنة إنما هما دار جزاء على أعماله التي عملها في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا كهمس عن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبيد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس قبلا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون ألا قدر والأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب. نعم، هذا الحديث فيه بيان أول خروج القدرية، الفرقة القدرية، وأنه كان في آخر عصر الصحابة، وأن من تكلم أول من تكلم بالقدر في البصرة يعني في العراق رجل يقال له معبد الجهني، فقال إنه لا قدر، يعني لم تقدر الأشياء في الزمان السابق، وإن الأمر أنف يعني مستأنف، لم يسبق أنه قدر ولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا أن الله شاءه وأراده، وإنما الإنسان يخلق فعل نفسه من غير أن يكون الله قدر عليه شيئا. هذا إنكار للقدر. فأشكل ذلك على هؤلاء الطيبين من أهل السنة، فذهب منهم إلى مكة حاجا أو معتمرا، وكانوا قد نووا أن يسألوا من يجدونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، فوفق الله أن يلتقوا بعبد الله بن عمر الصحابي الجليل، فظن
أحدهما أن أخاه سيكل إليه الكلام، هذا فيه الأدب، هذا فيه الأدب في طلب العلم، وأنه يتكلم واحد من المجموعة والبقية يستمعون، ويكون الذي يتكلم هو كبيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فسألوه عن هذه القضية وعن حدوث هذا الحدث المروع، وهو ظهور هذه الفرقة الضالة الذين ينفون القدر. فقال أخبره أو أخبرهم أني بريء، أني بريء منه. هذا فيه البراءة من أهل البدع، فيه البراءة من أهل البدع، ومن باب أولى البراءة من الكفار. فديننا فيه الولاء والبراء، فيه الولاء لأهل الإيمان وأهل الخير، وفيه البراءة من أهل الشر والكفر. أخبرهم أني بريء منهم. ثم أقسم رضي الله عنه أنه لن يؤمن أن أحدهم لو أنفق، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فدل على أن إنكار القدر كفر، وأن منكر القدر لا تتقبل أعماله ولو كثرت حتى يؤمن بالقدر. فهذا فيه إثبات الإيمان بالقدر، وأن من لا يؤمن به فإن الله لا يتقبل منه عملا، وهذا وعيد شديد. نعم. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. نقف على هذا، الحديث طويل ويحتاج إلى درس مستقل. نعم. أسئلة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل ما حكم قول علي الحرام يقصد بها يمينا، وما كفارة الحلف بغير الله؟ إذا قال عليه الحرام فهو على حسب نيته، إن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون يمين. إذا قال عليه الحرام ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا إنه يكون يمين، مثل اليمين بالله فيه كفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والحلف بالله، الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اختلف العلماء هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة على قولين. قول الأول أن فيها الكفارة مثل اليمين بالله، قول الثاني أنها ليس فيها كفارة لأنها لم تنعقد، الحلف بغير الله لا تنعقد ولا تجب فيها الكفارة، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل هل ممكن أن يكتب شخص شقي ثم بعد ذلك سعيد وجزاكم الله خيرا؟ هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا راجع إلى الله، أن الإنسان إذا عمل الطاعات وأحسن فإن الله يكتبه في السعداء
وأما إذا ترك الطاعات عن قصد وهو قادر عليها فإن الله ييسره للنار كما سبق في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان لا يتكل على القدر ويقول العمل ليس فيه فائدة ما دام قدر، لا، لا يتكل على القدر ولكن يعمل، وهو يستطيع أن يعمل، فهو لا يسأل عن القدر وإنما يسأل عن نفسه وعن قدرته. الذين يشتغلون بالقدر ويجادلون فيه هؤلاء فيهم شبه من المعتزلة. الإنسان لا يجادل، يؤمن به ويعتقده لكن لا يجادل فيه ولا يقول لماذا ولماذا، يتجه إلى العمل والتوبة، وهو يقدر على العمل، فكيف يترك العمل ويجادل في القدر؟ القدر هذا من شأن الله والعمل هذا من شأنك أنت، فاشتغل بما هو من شأنك وما كلفت به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قال بعض الناس من ابتدع بدعة واحدة فهو مبتدع ضال، هل هذا صحيح؟ ومتى يبدع الشخص؟ وجزاكم الله خيرا. البدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة، البدعة هي العمل الذي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله وليس عليه دليل، والبدعة إنما تكون في العبادات ولا تكون البدعة في العادات كالثياب والمراكب والمباني، وهذه ليس، هذه بدعة لغوية لكن ليست شرعية، إنما البدعة في العبادات. من أحدث في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذين يعرفون البدع ويحددونها هم العلماء، هم العلماء يحكمون بالبدعة عن دليل وعن معرفة. أما طلبة العلم والمبتدئون والعوام فليس لهم حق في أن يحكموا على الناس بأنهم مبتدعة وأنهم مخالفون من غير علم، فيجب على طالب العلم أن يترفق وأن يتأنى في الأمور وأن يسأل أهل العلم. والبدع تختلف، منها بدعة كبيرة وبدعة صغيرة وبدعة متوسطة حسب المخالفات، ليست البدع على نوع واحد. ولكن لا يحكم على الشخص أنه مبتدع إلا عالم بالكتاب والسنة. فالترامي والتراشق بالبدعة من غير علم ومن غير معرفة هذا خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أرجو من سماحتكم تبيين ما هي المشيئة القدرية وما هي المشيئة الكونية وما الفرق بينهما، جزاكم الله خيرا. لا فرق بينهما، المشيئة الكونية والقدرية هي شيء واحد، شيء واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حقيقة علم الكلام؟ ومن هم أبرز علماء علم الكلام؟ وهل يوجد منهم طوائف في هذا الزمن؟ وجزاكم الله خيرا.
علم الكلام هو علم المنطق المبني على المقدمات والنتائج والجدل، ولم يكن معروفا في أول الإسلام. كان العلماء يعتمدون على الكتاب والسنة والوحي المنزل، فلما تأخر الزمان بعد القرون المفضلة حدث علم الكلام والجدل والمنطق، وهو مجلوب من اليونان، مجلوب من الكفار، ليس هو من طريقة المسلمين، ولا يبنى عليه دين، لا يبنى عليه دين ولا يستدل به. ولذلك حذر منه العلماء غاية التحذير، وهو موجود، فيه من يدرسه ومن يدرسه ومن يستدل به، وهو مع علم باطل، لأنه ترك للكتاب والسنة واستدلال بقواعد المنطق وعلم الجدل، هذا إعراض عن الكتاب والسنة. والله أنزل علينا الكتاب والسنة هداية للناس، فيستدل المسلم يستدل بالكتاب والسنة ولا يستدل بقواعد المنطق وعلم الجدل ويقدمها على الكتاب والسنة، يسمونها براهين عقلية، وهي في الحقيقة جهليات شكوك، لأنها من صنع البشر، لأنها من صنع البشر. وأما الكتاب والسنة فهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأهل العلم وأهل السنة لا يستدلون بالمنطق ولا يعتمدون عليه، وإنما يستدلون بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول علي رضي الله عنه: القدر سر الله؟ يعني لا يعلمه إلا الله. سر، السر هو الشيء الذي لا يعلم، فالقدر لا يعلمه الخلق، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو من شأن الله، فلماذا نتدخل فيه نحن؟ ولن نصل إلى نتيجة، لأن الله لم يأمرنا بذلك، إنما أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر، ولم يأمرنا بالسؤال عنه والبحث فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بوليمة ختم القرآن وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، لأن هذا فيه تشجيع لحفظة القرآن، وفيه شكر لله سبحانه وتعالى، لا بأس بحفل تخريج القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: ما تفسير الآية والذين لا يشهدون الزور؟ ما معنى الزور؟ وهل حضور الحفلات الغنائية في الأفراح وغيرها من شهود الزور؟ وجزاكم الله خيرا. الزور هو الباطل، الزور هو الباطل، والشيء المزور المنمق الذي ظاهره أنه حسن وباطنه أنه خبيث، هذا هو الزور. من التزوير، تعرفون التزوير؟ تعرفون شهادة الزور؟ قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون أعياد الكفار. الزور هي يعني من الزور أعياد الكفار، فأهل الإيمان لا يحضرونها، يبتعدون عنها جميع أعياد الكفار. والزور يشمل أعياد الكفار وغيرها، لكن أعياد الكفار من جملة الزور. والمسلم يترك الزور، يترك التزوير والغناء والمزامير، ومن الزور أيضا المسلم لا يحبها ولا يحضرها، لأنها لهو ولعب وباطل،
فهي من الزور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة قول ابن آدم ميسر مسير ومخير؟ نعم صحيح، ابن آدم مسير ومخير، هو من جهة أفعاله مسير مخير، ومن جهة أفعال الله فهو مسير، لا حيلة له، لا حيلة له في تبديل خلق الله، لا حيلة له في تغيير ما كتب الله سبحانه وتعالى، فهو مسير. كونه يمرض، كونه يجوع، كونه يموت، هذا مخير، هذا مسير، لا حيلة له فيه. جهة أفعال الله هو مسير، أما من جهة أفعاله هو كالصلاة والصيام والحج والصدقة وأعمال الخير فهو مخير، يفعلها بإرادته أو يتركها بإرادته فهو مخير. الحاصل أن الجواب بالاختصار: من جهة أفعال الله فيه فهو مسير، من جهة أفعاله هو فهو مخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة هذه القاعدة: كل ما في الكون حلال إلا ما خص بدليل؟ نعم، الأصل في الأشياء الإباحة، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الأطعمة والأشربة والملابس، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه يكون حراما، وما لم يدل دليل على تحريمه فإنه حلال ومخلوق لنا. نعم، هذه قاعدة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. انتهى الدرس؟ انتهى؟ نعم خلاص. السلام عليكم.